كلام السيد النائب ربما كلام مقبول خلال الدورات الماضية. هو يتحدث السيد النائب عن يعني حكومات توافقية، معلوم خلال السنوات الماضية احنا عندنا أزمة رحلت من عام 2006. شوفوا احنا نتحدث للأسف بمرارة انه الخروقات الدستورية بدأت منذ تولي الحكومات العراقية، الحكومات الدائمة. يعني قبلها كانت هناك التزام بالتوقيتات الدستورية، جمعية ورا الجمعية صارت حكومة انتقالية، حكومة مؤقتة كانت يعني تمضي بتوقيتات دقيقة جدا. لكن للأسف الشديد عندما شوية رفعت إيدها يعني الجانب الأمريكي وأعطت مجال للقوى السياسية العراقية بدأت الخروقات، وإحنا نرحل بأزماتنا من عام 2006 لحد هذه اللحظة إلى أن وصلنا إلى مرحلة الانسداد. سيد النائب وجهة نظره محترمة جدا، هو يتحدث عن يعني توافق، خلونا نتفق وبعدين يعني نحل كل المشاكل. هذا الموضوع مرفوض، مرفوض من قبل التيار الصدري وتحالف انقاذ وطن. التيار الصدري اطلع القوى السياسيه وفي مقدمته طبعا قوى الاطار التنسيقي، لكن هو يتحدث عن البيت الشيعي. هو البيت الشيعي يعني هو يتحدث عن البيت الشيعي انه السيد مقتدى الصدر، معلوم حضرتك تتذكرين قبل الانتخابات السيد مقتدى الصدر قرر عدم المشاركه بالانتخابات وقال انه لا جدوى من هذه الانتخابات. هناك تدخلت بعض الاطراف، اطراف مقربه حتى من المرجعيه الدينيه، يعني عدول السيد مقتدى الصدر والمشاركه بالانتخابات. وفعلا كانت هناك شرطا واحد للسيد مقتدى الصدر، هو ان ضروره ان نبتعد عن نظام المحاصصه ونذهب الى حكومه اغلبيه. وكان هناك توافقا ووقع له من جميع الاطراف الشيعيه خصوصا داخل الاطار التنسيقي. ومعلوم يعني حتى قبل الانتخابات كان من يتحدث عن المحاصصه والتوافقيه يعتبر خيانه. ولعلكم تتذكرون كلام الشيخ قيس الخزعلي والسيد نوري المالكي، تحدثوا بصراحة وقالوا التوافقية خيانة. بدأت الانتخابات، انتهت الانتخابات، وإذا بعض الأطراف السياسية التي لم تحصل يعني على نسبة مقاعد كبيرة تريد العودة إلى موضوع المحاصصة. هذا الموضوع طبعا هو معلوم أنه موضوعا أمريكيا، وإحنا نتحدث دائما هو أساسا هذا الموضوع موضوع المحاصصة هو موضوعا إسرائيليا، يعني رؤى إسرائيلية قدمت منذ عام يعني ثمانيات القرن الماضي حينما أرادت يعني إضعاف العراق. بعض الرؤى قالت أنه ممكن تفتيت العراق عن طريق يعني النزعة المكوناتية وتقسيم العراق إلى ثلاث دويلات كردية وشيعية وسنية، وبهذا يضعف العراق. تبنتها الإدارة الأمريكية، جاءت بها. وإحنا شخصيا حتى إحنا داخل العراق خصوصا المكون الشيعي كان يشعر وكان فعلا في اضطهاد كبير من قبل السلطة نظام صدام آنذاك، فكان ربما متوافق. ولعلكم تتذكرون حتى مقولات يعني يجي رئيس الوزراء الإسرائيلي شارون ولا نظام صدام، يعني حالة اليأس كانت يعني كلش مرتفع عند الشعب العراقي، فرضوا خلاص تجي وهذا النظام المحصص على أمل أنه يعني